ندخلوا دون لو فيف دو سوجي. بون، النظام اللي كان في الواجهه، دونك لو بوفوار دو فاساد دو بوتفليقه لعنه الله. جو دي توجور بوفوار دو فاساد باسكو اون سي كو لالجيري سي انكور اون كولوني، دونك هادو قداتشا نتا سيادهم. Le pouvoir de Tiboun, de façade, il est en train de répliquer au millimètre près la structure opportuniste de la Bouteflika. Yani, Tiboun wa asdiqa'uhu de la Hadiqa Sa'ida, l'ENA, c'est quoi ça l'ENA? قاعدين يعاودوا يبنيوا ويهيكلوا في نفس النظام اللي كان قائم تاع بوتفليقة بنفس المواصفات. يعني نحاو ممثلين وجاو ممثلين اخرين. الحقيقة الوحيدة انه الشعب رايح يتكل. مثلا خلاو له لو شوا، يتكل بالمايونيز بالهريسه شاي حكاك في الخبز ماشي في الخبز اسك بو امبورت سي اون ايماج. ورانا رايحين ما على باليش. اليوم شفت بارازار واحد لا فيديو ما نعقبها لكمش باسكو سينو يسينياليو الواحد ويكوبيولي لاشين. واحد لا فيديو تاع واحد الانسان او مجموعه اشخاص ما على باليش وسمها المطار المخفي. وسمها المطار المخفي. يا خويا هذا المطار المخفي انا شجعكم انكم تتبعوا الحصه تاعو، هي ذات طابع انساني دونك يروح يشوف الحالات المتعسره في البلاد، يعني الناس اللي في وضعيه واعره بزاف سورتو قضيه المرض وقضيه السرطانات وقضيه الظروف المعيشيه اكسترا، يعني الحقره الاجتماعيه، انسان يتبع الحقره الاجتماعيه. اليوم شفتو راح زار انسان ابارامون يسكن في بوزريعه اخينا هكذا، عنده بنته في عمرها عامين عندها ان كونسير في الجزائر، قالوا له اقعد تشوف معها حتى تموت الطفله هذه. بعت هو لتركيا، بعت في تركيا قالوا له نقدروا الطفلة هذه نسلكوها بصح العملية تقام 60,000 دولار. المشكل عندي هنا سيك المطار المخفي والأب نتاعها طلبوا من الشعب الجزائري، دعوا الشعب الجزائري أنه يعاونهم في سبيل الله باش الطفلة هذه تروح تداوي، إن شاء الله ربي يشفيها إن شاء الله تروح تداوي. بصح أنا المشكل عندي نقراها بطريقة واحدة أخرى خلاص. أولا في الدول المتقدمة أو في الدول الإنسانية، الدول الإنسانية اللي فيها روح الإنسانية، لما طفل صغير يكون مريض ومحتاج لعلاج فهو ابن الدولة قبل ما يكون ابن والده. Je m'explique. الطفل كيعود مريض الدولة تتكفل به من الألف حتى للياء، ما يحتاجش باباه يجري ويماه تجري. بلادنا بلاد ما نداوش فيها الناس بالصداقات، حالات كما هذه هما نساهم اللي روجتون تاعهم يعني كبابلهم لي باطار تاعهم يبعثوهم بريزون شارج باش ينحيو ضوافرهم. دوا تاعهم من الخارج وطفله في عمرها عامين عندها ان كونسير قادره تمنع منه باباها يحلل باش يجيو الصدقات باش يدي بنته داوي. شوف الخنشلي، انا ما على باليش بالقضيه الصحه في تركيا والناس اللي تروح لتركيا أنا الخنشلي أني نهضر من مبدأ معين، يعني البلاد اللي تحترم شعبها تحترم نفسها، لما الشخص يكون مريض وخاصة الأطفال
فهم أبناء الدولة قبل ما يكونوا أولاد والديهم. يعني الدولة تتكفل بالرعاية وتعطيهم كل يعني الحظوظ في الحياة وفي الشفاء. بعثوا الأمريكان، بعثوا الهند، بعثوا وين حبيت، فرنسا، لا بلجيك، الألماني، ليسانسيال الشيء اللي مليح لأولادهم مليح لأولاد الشعب. أنا شجع المطار المخفي ونشجعكم أنكم تشوفوها باسكو سي إكسترا أوردينار. إنسان يعني يشعل الضوء على المآسي، ده يعني المآسي والأمور هذه باش نحسوا أبابري بدي المجتمع نتاعنا صح في مشكل في مريض. أنا نسمعوا فيهم هادو اللي يهضروا كيما أنا كيما سي أحمد كيما سي علي كيما إحنا نهضروا بالصح. إحنا الصوت نتاعنا نقدروا نوصلوه، ماناش مضرارين بزاف. كاين طبقة كبيرة من الشعب صوت نتاعو ما يخرجش، علاه؟ مضرار بزاف، مهلوك، حتى كي تيجي الأسكور ما تسمحاش، ما تسمحاش. دونك نشجع المطار المخفي، ما على باليش لكن اسوسياسيون جمعيه ولا مي مسيو ولا لو جروب بالاكي سون بليزيور و فات دو تري تري بون طراواي فوالا دو سونسيبيليزاسيون اي فو لوفي لو فوال سور كيما نقولو حنا مآسات اجتماعيه دي درام او سان دو سوسيتي الجيريان. وهذا شيء يتبث لنا حاجه اخرى، صلاتكم في المساجد خرطي، قناضركم والحي خرطي، ما شاء الله خرطي، أئمة نتاعكم خرطي. ثم مجتمع خامج، محال تكونوا مسلمين. مسيلمين وي، مسلمين لا. دابر المسلم عمره لا يكون رخيص مدلول ويقبل الدل والرخص. ما تنسوش الدين الوحيد اللي من البعث 30 سنة بعد احتل نص العالم. دونك الدين هذا ما يعرفش الرخص، الدين هذا ما يعرفش يدي الكف، الدين هذا يدافع عن حقوقه ويدافع عن العدل. على بالكم الشعب اللي ما يدافعش عن العدل وعلى الحق نتاعو، حتى على الحق نتاع خوه اللي تكل قدامه، لأن الحقوق والقوانين درناها باش تنظم المجتمع وتكون هناك عدالة. دونك كي ما تدافعش على القانون وعلى العدالة، إيبا أسمنا أنك تدخل انت تحت الطغيان والظلم والإسكلافاج. لازم نفتحوا عينينا، نحبسوا الكاشيات والزطلة والمشاكل هذه ونخموا 4 دقائق. كل واحد يطرح على نفسه سؤال واحد، علاش أنا حياتي هكذا؟